ألف مبروك للخلود، حظ أوفر للوحدة. جرو هي يمكن أول كلين شيت يأخذه في هذا الموسم، يعني رغم صعوبة الأوضاع مع نادي الخلود، إلا أنه يعني تعتبر محطة ممتازة أنه يخرج بكلين شيت. إلى الآن 8 أهداف، فعلا الوضع مختلف صعب جدا، ورغم الكور اللي يتميز فيها إلا أنه فريق الخلود دفاعيا في كثير من الملاحظات. مبروك للخلود في هذه المباراة، أعتقد أنه أنقذ الخلود فترة البدايات اللي كانت جدا مهمة. أول فوز يحققه، تعادل مع العروبة قبل كذا، عنده 4 نقاط من 4 مباريات، تعتبر نتيجة جدا ممتازة في انطلاقة الدوري، تعطيه ثقة كبيرة خصوصا أمام الوحدة اللي كان مميز في هذه المباراة، أفضل من الخلود كاستحواذ كأداء، لكن أثر كثير طبعا طرد الظهير الأيسر بندر مع بدايات الشوط الثاني، وبعدها على طول سجل الخلود وحافظ على مرماه واستطاع الخروج بنتيجة جدا مميزة. الوحدة كان يحتاج الخروج بنتيجة إيجابية، كان حاجته جدا ماسة في هذه المباراة لإعادة التوازن بعد النتيجة الكبيرة أمام نادي الاتحاد، لكن نادي مثل الوحدة من 4 مباريات 4 نقاط، أعتقد أنها الوحدة لديها الكثير يقدم أفضل من كذا. لا زال أمامه الكثير، خاصة في لاعبين لا زالوا ما دخلوا في التشكيلة، لكن مع الوقت إن شاء الله على الأقل يرتفع المستوى بالتدريج. المباراة كانت مباراة الهدف الواحد، لكن فيها كان لمحات وبعض الفرص الخطيرة تألق فيها طبعا جروهي، وهذه الجولة بالذات يعني اليوم كان في تألق للحراس، لحراس المرمى ما شفنا أهداف كثيرة.